بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم مع حلقه جديده من برنامجكم عطاء الرحمن. في الحقيقه الحلقه اللي فاتت من الحلقات التسجيل المباشر كنا بنتكلم عن اسباب فشل الحقن المجهري. الاتصالات خدتنا، ما قدرناش نكمل، ما قدرناش ان احنا نقول نقط كثيره جدا فيها، فحاول ان انا اجمل الموضوع ونشرحه في الحلقات الصغيره اللي بتجيلكم ان شاء الله كل يوم اربع الساعه 4 الا ربع. بالنسبة للحقن المجهري هو وسيلة من وسائل الإخصاب المساعد، زي ما قلنا أن وسائل الإخصاب المساعد بتبقى تلقيح صناعي، حقن مجهري أو أطفال أنابيب. وشرحنا أن الحقن المجهري وأطفال الأنابيب تقريبا زي بعض، بيختلفوا بس في نقطة واحدة بس شرحناها في الحلقة السابقة، وقلنا أن التلقيح الصناعي حاجة بنناسب بها الطبيعة، مجرد أن احنا بناخد الحقنات المنوية ونحقنها داخل الرحم عشان نقرب المسافة، نبعد عن الأجسام المضادة، نبعد عن المشاكل اللي ممكن تبقى موجودة في عنق الرحم. بالنسبة للحقن المجهري خطواته سريعا، وهنعمل استرس على الأجزاء اللي احنا ما قدرناش نتكلم عليها باستفاضة في الحلقة اللي كانت على الهواء. احنا بنحضر الزوج والزوجة، بننشط تويض للزوجه بحيث ان احنا نحصل على قدر كبير قوي من البويضات، عن طريق تنشيط باستخدام اقراص وحقن ليها جرعات معينه وليها طريقه معينه، وبنتابع السيده واحنا بنعمل لها تنشيط عن طريق الاشعه المهبليه لغايه ما البويضات توصل لحجم معين، نبدا نعمل عمليه سحب البويضات. بعد ما بندي حقن تساعد ان البويضات ديت يكمل نضوجها، هي البويضات بتبقى جوه الحويصلات اللي احنا بنتابعها بالاشعه وبنتابعها بتحاليل الاي 2، هرمون الاي 2. بعد ما بنسحب البويضات بنبدا نعملها معمليا بطريقه معينه جوه المعمل، ونبدا نستخدمها اما في الحقن المجهري او في طفل الانابيب. طفل الانابيب بنحط البويضات مع 50,000 او 100,000 حيوان منوي كل بويضه، وبنسيبهم للتلقيح الذاتي ما بينهم بدون اي تدخل مننا. لكن في طفل الانابيب احنا بنبدا ناخد حيوان منوي واحد ونبدا نحقنه جوه البويضه، وبعد يومين ثلاثه بيبدا يحصل انقسامات، على اليوم الثالث او الخامس نبدا نعمل عمليه نقل الاجنه. طيب الـ 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 الاسباب الفشل اللي ممكن تحصل في عمليه الحقن المجهري ممكن تكون سبب ايه او نتيجه ايه؟ احنا محتاجين عشان ينجح عمليه الحقن المجهري محتاجين ايه؟ محتاجين حيوانات منويه كويسه، محتاجين بويضات كويسه، محتاجين رحم كويس هنزرع فيه الجنين المكون، ومحتاجين مركز للاطفال الانابيب او مركز للحقن المجهري يكون الاطباء فيه اكفاء وبيستخدموا احدث التقنيات. بالنسبه للحيوان المنوي، احنا اتكلمنا برضو عن الحيوان المنوي، بس هعمل استرس على نقطه معينه. احيانا بتيجي تحاليل الحيوان المنوي فيها نسبه تشوه عاليه جدا وعدد قليل قوي، ونبدا نقول احنا محتاجين ان احنا نعمل اطفال انابيب او حقن مجهري. لو بدانا نعمل اطفال انابيب او حقن مجهري من غير ما نجهز الزوج ممكن ما نحصلش على حيوانات منويه كويسه. احنا برضو يهمنا ان احنا نحصل على حيوانات منويه كويسه، بنحسن الزوج عن طريق ادويه وعلاجات معينه بحيث ان احنا لما نبدا ناخد منه العينه اللي هنستخدمها للحقن المجهري مش عشان يحصل حمل طبيعي، يبقى الكفاءه بتاعت الحقن المجهري كويسه. طيب احنا بنستخدم تقنيه حديثه في الموضوع ده، ان نسبه التشوهات ساعات بتيجي لنا في معمل معين يقول لنا نسبه التشوهات 60% 70%، وبنبدا نقول ان مقبول لغايه 96% تشوهات. مقبول بالنسبه لمين؟ بالنسبه للمعامل اللي بيعملوا ب مساعده الانجاب ومعامل الخصوبه. ليه معامل الخصوبه؟ لان المعمل العادي لما يجي يعمل لنا تحليل ويطلع لنا نسبه تشوهات 60% هو على قد الميكروسكوب بتاعه اللي عمل بيه، على قد ما شاف التشوهات اللي وصلت نسبتها ل 60%، ما قدرش يشوف التشوهات الدقيقه اللي بتبقى موجوده في الراس بتاعت الحيوان المنوي، التشوهات الدقيقه اللي موجوده في الجزء الوسطي ما بين الراس وبين الديل بتاع الحيوان المنوي. الاجهزه الدقيقه
العالية التكبير بتوصل درجة التكبير فيها لعشر تلاف مرة، المعامل العادية ممكن 400-500. فالفرق في التقييم لما يجي معمل حديث ويقول لي ان تشوهات 96% معناها ان هو ما سابش اي حاجه من التشوهات اللي ما ذكرها، وعشان كده بيقول ان ده ممكن يكون طبيعي لان عندنا 4% ممكن نستخدمهم. لما يجي معمل عادي ويقول ان التشوهات وصلت ل 60% ممكن اقلق برضه، لان هو ممكن ما يكونش شاف تشوهات ثانيه واصله ل 38%. يبقى الوقت التشوهات الكامله اللي عند الزوج توصل 98%، ويبقى في الحاله دي محتاج تدخل وعلاج. فالطريقه دي بنسميها امسي، اللي هو التكبير العالي او الفائق للحيوان المنوي، بنشوف كل تفصيل فيه، بنشوف كل مشكله ممكن تبقى موجوده وننتقي بيها الحيوانات المنويه اللي تصلح ان احنا نعمل لها الحقن المجهري. بالنسبه للجزئيه بتاعه البويضات، البويضات اللي بنحصل عليها من السيده، لازم عشان نحصل على بويضات جيده وعندها قدره على انها تخصب، وان بعد ما تخصب ان يحصل منها جنين كويس يتزرع ويكمل، ما يحصلوش ادهار. ما ممكن تكون بويضه ضعيفه تخصب وبعدين تفشل في ان هي تتزرع داخل البطانه، وممكن تكون قويه شويه لدرجه انها تنزرع في البطانه لكنها ليست بالقوه الكافيه انها تكمل وتبقى جنين كامل. فلازم البويضات تبقى بويضات جيده، ودي بنحصل عليها عن طريق ان احنا بنعمل التنشيط المدروس، عن طريق بروتوكول مدروس، عن طريق كل سيده ليها بروتوكول خاص بيها لازم نتبعه. خلي بالنا من سن الزوجه، خلي بالنا من الوزن بتاع الزوجه، خلي بالنا من الامراض المصاحبه ليها، اسباب الحقن المجهري نفسه اللي احنا عملنا الحقن المجهري عشانه. النقطة اللي كنت عايز اعمل عليها ستريس ما اتكلمتهاش في الحلقة السابقة، نقطة الناس اللي عندهم تكيس مبايض. الناس اللي عندهم تكيس مبايض بيبقى نسبة البويضات اللي ممكن نحصل عليها بتبقى عالية، نسبة عالية جدا، لكن للأسف بتبقى مستواها في الجودة بيبقى ضعيف قوي. وممكن الحواصلات اللي احنا بنكبرها تبقى فيه حواصلات وما بنخرجش بويضات كويسة من أساسه من الأول يعني. فلازم نعالج الناس بتوع تكيسات المبايض ونعالج الخلل الهرموني قبل ما نقوم بعمليه سحب البويضات او تحضيرها للحقن المجهري، ده نوع من انواع التحضير الجيد ليها. وبناخد بالنا من حاجه ثانيه في الناس اللي عندهم تكيس مبايض، ان اثناء التنشيط في جرعات ممكن تدخل السيده في حاجه اسمها زياده اثاره المبيض. زياده اثاره المبيض دي ممكن تعمل مشكله كبيره جدا، بيحصل ارتشاح نتيجه زياده هرمون الاستروجين، ارتشاح للبلازما داخل السائل، سائل البلازما داخل التجويف البروتوني، ويبدا يتنقل كمان ممكن يوصل للرئتين، وفي الحاله دي بتحتاج ملاحظه جيده. وانا بتابع السيده اللي عندها تكيس مبايض لازم اتابع هرمون الاي 2 مع متابعه التبويض. لما الاقيه بدا يعلى لا لازم اقلل الجرعه. لا بدا يعلى قوي وبدات السيده تخش في مرحله ان هو فعلا هيحصل لها زياده اثاره المبيض، ابدا امنع عنها الحقن اللي بنسميها حقن تفجيريه، اللي احنا زي ما قلنا احنا ما بنديهاش عشان تتفجر في الحاله بتاعت الحقن المجهري، احنا بنديها عشان تعمل تكميله ونضوج للبويضات. خلي بالي اقول لها لا معلش احنا مش هنكمل الدوره ديت لان في مشكله ممكن تحصل. النقطه الثانيه اللي لازم انبه عليها ان هي كمان ما يحصلش حمل. طب هي اصلا جايه تعمل طفل انابيب يعني او حقن مجهري هيحصل حمل؟ ربنا كبير يعني، ممكن في الدوره اللي احنا نشطناها دي ممكن اثناء الجماع ممكن يحصل حمل، وارد. مشكله حدوث حمل ان الهرمون اللي بينتج من الحمل اللي هو الاتش سي جي بيعادل بالظبط زي الحقنه التفجيريه اللي كنا هنديها، فتبدا الاثار بتاعه زياده الاثاره تظهر والست تخش في مشكله كبيره. فبننصحها ان احنا هنوقف، معلش مش هنكمل هذه الدوره، وان احنا هنمنع الجماع او يحصل جماع بس باستخدام وسيله عشان ما نخشش في المشكله ديت. احنا المفروض طبعا اي سيده هي وجوزها بنبدا نعمل معاهم في الاول ديسكشن كامل، احنا بنتكلم معاهم على اساس ان احنا نقول احنا هنعمل ايه؟ ايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا؟ نسبه الفشل، نسبه النجاح، لازم افهمهم ان ممكن من 5% ل 10% ممكن يحصل لهم زياده في الاثاره، ممكن ان احنا الدوره دي كلها نكنسلها وما نكملهاش، ممكن ان احنا نحصل على بويضات قليله او ما نحصلش على بويضات خالص، ممكن ان البويضات اللي نحصل عليها ما يحصلهاش تخصيب. لازم نفهمهم ان في نسب فشل للعمليه دي، وكل سيده حسب حالتها وحسب نسب الفشل بتاعتها، ولازم اكون صريح معاها عشان تاخد القرار الصح
يعني احيانا كتير قوي يبقى واحده معاها ثلاث اطفال اربع اطفال وعايزه تجيب بيبي، فبالنسبه لها الموضوع ما هوش حيوي جدا، بحيث ان هي عايزه، لا لو كانت النسبه عاليه ونسبه النجاح في العمليه عاليه بتبدا تكمل، لكن لو النسبه ضعيفه مش فارقه معاها قوي، يعني غير واحده ما خلفتش خالص يمكن النسبه ما بتفرقش معاها، يعني حتى لو 1% بالنسبه لها دي تعتبر نسبه مهمه جدا. بنبدا بعد كده عمليه البحث عن المشاكل الثانيه اللي ممكن تحصل في السيده نتيجه عدم تظبيطها او عدم تحضيرها الجيد. الناس اللي بيعانوا من مشكله البطانه المهاجره دي مرض ما بنقدرش نتعرف عليه الا احيانا عن طريق الصدفه واحنا بنعمل منظار رحمي او عن طريق اعراض معينه. في الاول خالص لو انا بعمل حقن مجهري لسيده وانا ما اعرفش ان هي عندها مرض بطانه مهاجره وما كنتش عملت لها منظار على البطن، اتكرر موضوع الحقن المجهري وفشله، لا انا بعمل منظار على البطن ضروري جدا. ده ناهيك عن ان المنظار الرحمي اللي هو عن طريق المهبل ده لازم يتعمل في اي سيده داخله على عمليه حقن مجهري. لما اجي اعمل منظار عن طريق البطن الاقي ان في مشكله من مشاكل البطانه المهاجره، في بقع معينه تبقى موجوده في الحوض، موجوده على الانبوبه، موجوده في جدار الرحم الخلفي. احيانا بيبقى الموضوع كبير قوي لدرجه ان يبقى فيه اكياس دمويه، بس طبعا ده هيبقى يعني حاجه عيب قوي على المركز اللي هو هيعمل طفل انابيب او حقن مجهري وما خدش باله من ان في كيس كبير كيس دموي بتاع البطانه المهاجره. لا نفترض ان عمل كويس وكده وعملوا التحاليل وما كانش مكتشف البطانه المهاجره واكتشفناها، لازم البطانه المهاجره دي تعالج قبل ما نحط العمليه الحقن المجهري الجديد، لان الدرجات الخفيفه حتى من البطانه المهاجره بتفرز نوع من انواع بنسميها سموم بتاثر في عمليه الزرع بتاع الجنين، وممكن بتؤدي الى عدم وجود نشاط كيميائي هرموني جوه البطانه فالجنين ما بيزرعش، او لو حصل زرع ممكن تاثر على نموه ويبدا يحصل موضوع اجهاض. فلازم نعالج البطانه المهاجره عن طريق ان احنا بنكونها بجرعات معينه محسوبه وبتبقى اقل الجرعات دي للاماكن اللي موجوده حوالين الانبوبه. وبعد ما بنعالج البطانه المهاجره احنا ما كناش عارفين ان في بطانه مهاجره، فخلاص احنا كنا عاملين حقن مجهري عشان مش عارفين السبب، عرفنا ان كان في بطانه مهاجره ما دخلهاش في حقن مجهري، اديها فرصه لو كان سنها يسمح، لو كانت باقي ظروفها كلها تسمح وممكن اديها فرصه بعد المنظار اللي هعمله وبعد ما اخد علاج تظبيطي للمبيض عشان انهي الاثر بتاع البطانه المهاجره، ابدا اعمل لها تنشيط واسيبها للحمل الطبيعي، لو ما حصلش ابدا اتجه ل الحقن المجهري وابقى عالجت مشكله البطانه المهاجره. من ضمن التحضيرات برضو اللي مهمه قوي ان انا اعملها للسيده اثناء البروتوكولات ديت لازم اكون واخد بالي من الامراض المصاحبه ليها، الامراض العامه، الست لو كان عندها مرض سكر، كان عندها مشكله في الغده الدرقيه، عندها مشكله عامه موجوده لازم اخلي بالي منها، لازم ابقى عارف هتعامل معاها ازاي. لو كانت عندها مشكله وبتاخد علاج، العلاج ده يتعارض مع العلاج الدوائي اللي انا همشي بيه، التنشيطات اللي انا هعملها، الكورس بتاع البروتوكول المختلف اللي انا هستخدمه، لا خلي بالي اعالجها من المرض، اظبط احاول اخلي الموضوع ماشي في الاطار الصحيح. او لو عندها مرض هي مش عارفه هي جايه تعمل حقن مجهري بس عندها مرض يمنع ده، مشكله كبيره في القلب، مشكله كبيره تمنعها من ان هي ممكن تحمل، ففي الحاله دي لا انا انصحها ان ممكن يكون جالها بعد ما عملت حقن مجهري مره واثنين وجالها كان عندها مرض في القلب وتفاقم المرض وصل لدرجه كبيره، لا دلوقتي انبه عليها مش هينفع، انت صحتك عندنا اهم، انت صحتك بالنسبه لنا مهمه ونمنعها. يعني احنا التقييمات اللي بنعملها مش تقييمات فقط عشان شغلنا وعشان ان احنا نكمل حقن مجهري، لا عشان السيده عامه، عشان نشوف ايه الصح ونقدر نعمله لها. احنا المفروض الـ كل التقييمات دي بتبقى فايل موجود للزوج والزوجه، نفس الكلام بيبقى للزوج برده، دكتور الذكوره برده اللي موجود جوه المركز بيمشي معاه، يتبع معاه كل الاجراءات، ياخد الهيستوري، ياخد التاريخ المرضي بتاعه، بحيث ان احنا نوصل لافضل حل ليهم هما الاثنين. الموضوع ليه بقيه ان شاء الله ان احنا هنكمل المشاكل اللي ممكن تؤدي الى فشل الحقن المجهري في حلقات قادمه باذن الله. الى ان اراكم اترككم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.